استقبل مرشح الدائرة الأولى صالح عاشور المواطنين في افتتاح مقره الانتخابي الكائن بمنطقة الرميثية، حيث تبادل معهم الآراء حول ما يدور في الساحة السياسية وللوقوف على أهم الأولويات في المرحلة المقبلة. أحد أسباب ضعف مجلس 2013 غياب الكتل السياسية في المجلس، وبالتالي أكثر الآراء كانت فردية، أكثر المواقف كانت فردية، ولذلك كثير من الاستجوابات المهمة لم تنجح بسبب غياب الكتل السياسية، وكذلك الرقابة قلت. من هذا التوجه أنا أعتقد وجود الكتل السياسية جدا ضرورة، ولذلك إن شاء الله إذا الله وفقنا ومثلنا الأمة سوف نتجه إلى موضوع الكتل السياسية. وأعتقد مدخل الإصلاح السياسي هي موضوع الدوائر الانتخابية وموضوع الصوت الواحد. واضح الآن كل المؤشرات تقول أننا لابد أن هذا أو الصوت الواحد يتغير إلى صوتين على الأقل، يعني لابد أن نوجه الشباب كذلك بالإضافة إلى القطاع الحكومي القطاع الخاص، ولكن بشرط يعني القضايا المتعلقة بالخصخصة ودفع الشباب أن نضمن لهم الأمن الوظيفي.